ننتقل إلى عالم الفن والفنانين، حيث استطاع فناننا أو ضيفنا اليوم أن يصعد سلم النجاح عبر موهبته وقدرته على الإبداع في الفن التشكيلي، ما جعل منه رساماً مبدعاً ومقرباً لكل من يشاهد لوحاته التشكيلية. نتحدث اليوم مع ضيفنا في الاستوديو عن الفن التشكيلي وأهم لوحاته. نرحب بالفنان التشكيلي حمدان المطوع، أهلا وسهلا فيك معانا اليوم. حياكم الله، الله يحفظكم ويبارك فيك، إن شاء الله مشكورين على الدعوة والاستضافة. بداية، كيف بدايتك كانت في الرسم، وشو هي أول لوحة رسمتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بدايتي كانت منذ الصغر، كنت أرسم سكتش على الدفاتر والجدران واللوحات الكانفس، من ثم طورت الموهبة هذه في السنين اللي بعدها، أهم اللوحات أو أهم اللوحات لوحات البورتريت. أول لوحة رسمتها في المغفور لها الشيخ زايد سلطان آل نهيان رحمه الله، كانت بورتريت أول لوحة رسمتها. هذه اللوحة الأولى، لكن أكيد أنت لما الواحد يبدأ بشيء أكيد في ناس هناك يشجعونه. صحيح. منو؟ صحيح، التشجيع كان من قبل الأهل والأصدقاء. الفترة الدراسية اللي كانت ابتدائية والإعدادية، المعلمين التربية الفنية كان لهم دور كبير في التشجيع بعد. جميل. زين، بردك للسؤال الأول مرة ثانية، جوابك وايد كان مختصر. احنا دائما يوم يجينا فنان الاستوديو نحب نعرف قصته من يوم هو صغير. شو يمكن قصته وهو صغير، كيف اكتشف انه هو يحب يرسم، اول مرة مسك القلم وشخبط، خبرنا هالموضوع على انه قصة، نبغى نسمع قصتك من يوم انت كنت صغير. والله يعني ككل فنان بداياته على الورق والسكتش اللي يرسمها والالوان والشخبطة هذه تكون، ورسمات الكاريكاتير وسواء كانت الأنيميز أيام الصغر، فمن ثم طورت الفن هذا إلى بورتريه. شخصيات، قمت أرسم شخصيات وشفت أني تمكنت فترة زمنية طويلة يعني تقريبا، وبطلت عن الرسم مدة 15 سنة تقريبا، ورجعت في 2012 تقريبا مرة ثانية لكن باحترافية أكبر. جميل. احنا متعودين قبل اول ما نبدا نقص في البطاط مريت هاي المرحله، هاي ايام كانت الحفر هي حفر على البطاطس تكون على البطاطا والجلد ايام طباعه منها كانت. صحيح صحيح، يعني عديت هذه، عديت المرحله هذه كانت سهله. نعم مبروحنا، لكن مرينا على مواهب فنيه وفي ناس ما عندهم مواهب فنيه. صحيح، لا بالعكس كنت ارسم بس احط ايدي حتى اسوي ديج. اذا حمدان، من الطباعه والرسم والسكتشز وصلت ما شاء الله عندك الكثير من المعارض، خبرنا عن المعارض الخاصه فيك. والله تقريبا عملت 20 معرض على مستوى الدولة، كانت فردية وجماعية مشتركة مع بعض الفنانين، فنالت إعجاب الجمهور والمتابعين. شو أهم المعارض اللي شاركت فيها، والمعرض يمكن ترك في نفسك يعني أثر وايد حلو والناس ذكرت لنا الحين؟ معرض الشيخ سلطان بن زايد الله يرحمه، مهرجان سويحان كان له أثر كبير، وحضور الشيخ المعرض أعطاني معنوية أكبر. جميل، الله يرحمه. في لوحات، يمكن لوحة أيضا الشيخ محمد بن زايد. نعم. رئيس الدولة الله يحفظه إن شاء الله، الله يحفظه، مرسومة ومحطوطة هني، خبرنا عن اللوحة. اللوحة والله أنا من شفت الصورة بداية حبيت أني أنا هاي الصورة أنقلها كلوحة مرسومة. نعم. إنها بتنال إعجاب الجميع، ففكرت في أني أرسم الرسمة هذه. جميل. زين حمدان، ما جربت ترسم أشياء ثانية؟ يعني أنت متخصص في البورتري أكثر شيء. لا لا، أنا متشعب في كل الرسومات. نعم. الفنون كلها متشعب فيها. شو الفنون اللي الطبيعة، لاندسكيبينج، أسوي لاند سوري لاند سكيب والأمور، ف عندي الألوان متشعبة عندي، الزيتية والمائية والسكتش بالرصاص والفحم والحرق على الخشب، متعدد يعني متعدد الاستخدامات، مش الأدوات متعدد الكلاسيكية والأدوات. نعم، استعملها كل الأدوات سواء كانت كلاسيك أو كان الحديثة. جميل. وشو أقرب أنواع الفنون لقلبك؟
البورتري، اللاندسكيبينج، شو بالضبط؟ والله الأقرب البورتري. بورتري يعني. ليش؟ لأن أحب البورتري أكثر عند اللاندسكيبينج والطبيعة. وهي بعد يعني لأنها عندي شغف من صغري أني أرسم الشخصيات. نعم جميل. الواحد يمكن يقول ما يحب يمدح نفسه، ولكن وين تشوف نفسك أو تميزك بينك وبين الفنانين الآخرين؟ شو تتميز فيه؟ صراحة أنا ما أشوف أني أنا متميز فقط، لأني أشوف ككل الفنانين متميزين مبدعين. أي فنان له بصمة خاصة، وأنت عدد المواهب عنده ولا عدد الرسمات الفنون اللي عنده، فأنا أشوف الكل متميز، ولا أقتصر بنفسي وأقول أني أنا متميز. طيب أنت ما شاء الله عليك يعني عندك 20 معرض تقريبا، يعني وصلت لمرحلة جيدة يعني في الفن. شو رسالتك حق الشباب أو الشباب اللي بادين الفن أو الفنانين بشكل عام؟ بشكل عام أحفز الشباب أنهم يستمروا تقديم ما هو جميل والإبداع الفني اللي هم يقدمونه، وأنهم يستمروا يشارك في معارض فنية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، فلا ينظرون أنه والله هذا المعرض صغير أنا ما بشارك فيه ولا شيء، لا بالعكس، تبتدي تدريجيا من المعرض الصغير إلى كبير إن شاء الله. نعم. والتوفيق. يعني الاستمرارية هي النجاح في عالم الفن. أكيد. نعم. نعم. جميل. لما نقول له متميز يقول أنا مش متميز. لا متميز لأنك أنت ترسم بشكل كبير، لكن لحد الآن يعني تعطينا وصف بسيط. نحن نبغيك تبحر معنا. أنت فنان متواضع. هذه متواضع في نفس الوقت. لابد أنا الكل فنان لابد أن يكون متواضع. نعم. لأنه يقول متواضع أني متميز أو أني أحسن من غيري. نعم. فالفنون كلها بشكل عام جميلة، بس هي تفرق بصمة كل واحد في أدائه وعمله المميز. البصمة طبعاً عندك بصمتك أكثر شيء مميزة. بصمتك مميزة، والدليل نحن لفت نظرنا وطبعاً استضفناك معنا. طيب أنا سمعت أنك أنت كذلك تعلم الفن، مو بس ترسم ولكن تعلم، هل هالشيء صحيح؟ أنا سمعت ما أعرف يعني التعليم. أنا مبتعد عن التعليم. مبتعد. لأن أنا هذه موهبة عندي وليست دراسة. نعم. فنية، فأنا ما دخلت معاهد أو جامعات فنية فنون تشكيلية وكذا، لكن هاي موهبة طورتها. نعم. فأنا أبعد عن موضوع أني ما في خطة أعلم. ما في خطة مستقبلية أني أعلم كذا. نعم. فديني. بس كيف طورتها؟ دامك أنت تقول مثلا ما رحت بدراسة، لكن كيف طورتها؟ طورتها بالحضور معارض، بالإنترنت، بالبحث، بمشاهدات الورش العمل، فطورت الأمور هذه من خلال الملاحظة. دائما الفنان دقيق ملاحظة. نعم. لأن عند الملاحظة أكثر من أنه يعني يسرد كلام، لا عنده. فلذلك قلت لك أنت قليل الكلام، ولكن إحنا شفنا الصور. نعم. مثلا فنك يتحدث عنه. يتحدث. نعم. طيب دائما الفنانين يتأثرون، يمكن فنانين عالميين، فنانين محليين، يتأثرون بأسلوبهم وبألوانهم وبطريقتهم. أنت فمنو تأثرت؟ أنا صراحة يعني في بعض الفنانين العالميين، دافنشي المعروف منهم، لكن أنا يعني كشهرة أنا أحب أني أوصل مستوى هالشهرة هذه. نعم. لكن مثل ما قلت لكم سابقا أني ما أميز فنان عن فنان، فكل الفنانين بنظري مبدعين وكلهم لهم جمالية وبصمة خاصة. نعم. جميل. طبعا تميز في الفن، التميز في اللوحات، التميز. بس شو التميز عندك في الذوق؟ الأكل تطبخ ما تطبخ؟ لا لا، بعيد عن الطبخ. بعيد عن الطبخ، لأن نحن عندنا وجبات الحين هني سريعة. الله يجزيك. فإن شاء الله رايحين نتذوق وياك ونينس. والطبخ يعتبر فن كذلك. أكيد. أنا ما أقدر أتكلم لي من الدولة تدعم يعني الشباب من الفنانين، كيف تشوف هذا الدعم؟ فعلا هناك دعم كبير متميز من الدولة بتقديم المراكز الفنون التشكيلية، بإنشاء تشييد المراكز هذه والجمعيات، فلهم دور كبير الدولة في تشجيع الفنانين المبتدئين سواء كانوا أو المحترفين.
جميل جدا. طبعا دائما نشجع الشباب من الفنانين وكذلك من أصحاب المشاريع الخاصة. طبعا معانا اليوم هوف. نعم. يعني طبعا عندهم الكثير من الفروع في الدولة وما شاء الله متخصصين ست فروع. نعم. متخصصين في الكثير من المخبوزات والمعجنات وكذلك القهوة المختصة بكافة أنواعها. وطبعا لازم نضيف ضيفنا معانا في الاستوديو الفنان حمدان.